GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ أشرح الكلاسيك توين، وده النوع الثاني من التوينز. عرفنا اللي عندنا ثلاث أنواع: الشيب توين، الكلاسيك توين، الموشن توين. يبقى الكلاسيك توين تاني نوع. هروح على كلمة فايل وأعمل امبورت ستيج، وعندي هلاقي شوية هلاقي كورتين، يعني دول أنا ممكن أمسحهم خالص. هلاقي دي ودي، هعمله امبورت داخل الاستيج بتاعي. هاخد كرة الباسكت دي وهحول الكرة دي لموفي كليب. انا عندي الكلاسيك توين ما يشتغلش معايا الا مع نوع الموفي كليب او الجرافيك. طيب هحول دي الموفي كليب F8 واقول له باسكت بول، واجي اعمل بقى حركة للكرس او الكرة بتاعتنا دي. هعمل ازاي؟ طبعا نفس القواعد، لازم يكون 2 فريم واعمل بينهم حركة. فبروح على الفريم ده وبقول له F6، تمام. وبعدين عندي الاتنين اهم، ابدأ اعمل بينهم حركة، كليك يمين واقول له كلاسيك توين. مفيش هنا الشيب توين طبعا، لان ده التعامل بين اتنين موفي كليب، فاذا يبقى الكريت موشن توين غير متاكتف اساسا. هو الموفي كليب بيتعامل مع اتنين كلاسيك والموشن، يبقى كلاسيك توين. لما اجي احرك كده ما بلاقيش اي حاجه اتحركت. ليه؟ لان انا ما عملتش انيميشن اصلا، انا مثبت الاوبجكت زي ما هو. يبقى انا عشان اعمل انيميشن لازم يكون، قلنا قبل كده، لازم يكون في وضع مبدئي ووضع نهائي. الوضع المبدئي او من هنا مثلا هخليه يبدأ من هنا، والوضع النهائي هخليها تروح هناك كده مثلا ماشية الشكل ده. اخد كده وانا اروح مرجعها تاني. اذا انا بدأت اعمل الانيميشن بتاعي، يبقى تمام. يبقى راح لي من اول فريم لغايه اخر فريم. طب بعد كده ايه؟ تعالى نعمل تيست الموفي، كنترول انتر او كوماند انتر. عندي حاجه بالشكل ده، كويس اوي. هطول دي شويه عشان يبقى فيه فتره بقاء شويه، كويس. عايز بقى ابدا الف الكره دي بطريقه حلوه قوي. باجي على جوه هنا على المسافة البنفسجي دي او الازرق. طبعا المسافة او الحركة دي بتتعامل مع الموشن او الكلاسيك. الخضرة كانت بتتعامل مع الشيب، خد بالك من الالوان. عندك هنا الروتيت، هنا روتيت، في عندك اس دبليو سي دبليو. لما جيت اخترتها باجي اعمل كده ببص الاقيها اتحركت معايا بالشكل ده. طيب انا عايز احركها لأ الناحية التانية، يبقى الناحية التانية كده. انا شايف ان حركتها سريعة والكرة ما بتلفش قوي، تمام. ممكن اقول له الروتيت بتاعها 3، لفيه 3 مرات في خلال الفترة دي كتير، خليها 2. تمام، يبقى دي حاجة كده. في كمان الايز. الايز ده بيبقى بيعمل لك ريفاين للحركة علشان تبدأ بطيئة وتنتهي سريعة، او تنتهي او تبدأ سريعة وتنتهي بطيئة في نفس الزمن، في نفس الزمن. يبقى الايز اوت هنخليها 100 بالموجب، تمام. ممكن تعمل كده او كده، تختار بالماوس وبعدين ما تشيلش ايدك وتنك تعمل كده او كده. تعال نشوف الموجب 100 دي بتعمل ايه. بدأ سريع جدا
وانتهت بطيء، بدأ سريع تنتهي بطيء. لو العكس سالب 100 ممكن تكتبها تبدأ بطيء تنتهي سريع. تمام، حلو. تعال نخلي دي شوية قدام. ونخلي الحركة بموجب 100 ونشوف. الحركة دي كويسة. تمام، يبقى وصلنا نتيجة جميلة بالنسبة للحركة وسرعة الكرة. كويس أوي. ممكن كمان تعمل كاستم إيديت على اللي هي الكيرف بتاع الحركة أهو. الكيرف بتاع الحركة ده دي بقى بيقول لك بيبدأ بطيء إزاي ومنتهي سريع. عندك من الزيرو ل 100% ده التوين، ده الحركة. والفريمز عندك بالشكل ده لغاية 95 اهو، هنا 90 95. هنا لو ضغطت بلاي تظهر لك بالشكل ده. لو انت جيت عايز تعمل ريفاين شوية للحركة، روح جاي ضغط ضغطة على الكورنر ده او النقطة دي، بيحصل لك حاجة اسمها بيزير كورنر. بيزير كورنر يعني البيزير دي عليها دراعات كده هاندلر بتبدأ تمسكها وتأيدت على الحركة. تعالى لو عملت انا كده مثلا وجيت بلاي، بص هو عمل ايه؟ بدأ بطيء جدا، بدأ بطيء وراح جاي مسرع في الآخر. تعالى نبدأ نعدل مثلا الناحية التانية، شوف بقى هيبدأ ايه؟ سريع جدا. وبعدين يبقى تعال نشوف وراح بطيء على الاخر، يعني سريع جدا وراح جاي بطيء ماشي بقى براحته خالص. جميل، احنا هنعمل كده مثلا. ولو عايز تضيف نقطة تعمل كليك وبقى ليها برضو دراعين، تقدر تعمل زي ما انت عايز. تعال نشوف شوف اللي حاصل. تاني ده هترجع تاني خالص وتروح راجع. يبقى على حسب الحركة اللي هنا هو ممكن يديك بقى اللي انت عايزه. لو انت عايز تشيلها خالص بتضغط Alt وكليك عليها بتشيلها خالص بالشكل ده. لو انا جيت هنا بقول لك اعمل الحركات دي في اي، يعني في اي حركة انا بعملها، وبعدين بعمل بالايز موجب 100 مثلا، بيضيف لي الحركة دي نفس الكيرف ده على كل الحركات، ولا على الروتيشن بس، ولا على السكيل بس، ولا على الكلر، ولا على الفلتر، ولا على ايه بالظبط. ممكن تختار اي واحدة من دول وبتبتدي تتعامل معاها. اوكي، يبقى كده على كله. طبعا هو سريع جدا فانا هخليها مثلا بطيئة شوية. اقول له اوكي تيست، احط له باك جراوند بي جي. وغير له الكلر، الكلر غامق هيبقى اسود. والكلر الفاتح اقل شوية. واكتب له كمان تكست، روح كاتب له gfxacademy.net. خليها بالأبيض. يبقى احنا كده عرفنا طريقة الكلاسيك توين
مفهوش اي حاجه، مفهوش اي تعقيدات خالص. وطبعا بتقدر بقى تتعامل مع التمرين براحتك خالص مع الحركه بتاعتك. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.